السلام عليكم أيها التلاميذ الأعزاء، مرحبا بكم في قناة جوكومينيك تي في الخاصة بالرياضيات. في رحاب الرياضيات أقدم لكم هذا المقرر الخاص بالجذوع المشتركة للتعليم الثانوي وتأهيلي جذع العلوم وجذع التكنولوجيا. سوف أقدم لكم الدرس المهم جدا في هذا المستوى، هذا يسمى الترتيب في المجموعة A. الترتيب في المجموعة A، صفحة 47 من رحاب في الرياضيات. إذا الهدف من هذا الدرس أو القدرات المنتظرة من خلال هذا الدرس ترتيب في المجموعة A كالتالي: التمكن من مختلف تقنيات مقارنة عددين أو تعبيرين واستعمال المناسب منها حسب الوضعية المدروسة، تمثيل مختلف العلاقات المرتبطة بالترتيب على المستقيم العددي، إدراك وتحديد وتقريب عدد أو تعبير بدقة معلومة، إنجاز إكبارات أو إصغارات لتعبير جبرية، استعمال محسبة لتحديد قيم مقربة لعدد حقيقي. إذن هذه هي القدرات المنتظرة من خلال هذا الدرس. إذن في سلسلة ترتيب في المجموعة R سوف نقوم وسوف نتطرق إلى النقطة التالية: الترتيب والعمليات، القيمة المطلقة وخاصيتها، المجالات، ثم التأطير والتقريب والتقريبات العشرية. أخيرا التقريبات العشرية. إذن هناك ترتيب والعمليات، قيمة المطلقة وخاصيتها، المجالات، والتأطير والتقريب والتقريبات العشرية. إذن الهدف من هذه الحصص هو تبسيط مفاهيم لمادة الرياضيات، خصوصا في القسم الجذوع المشتركة للتعليم الثانوي تأهيلي جذع العلوم وجذع التكنولوجيا. إذن نبدأ الدرس بحول الله وقوته. المعارف الأساسية: الترتيب والعمليات. تعريف: ليكن أو بعددين حقيقيين، أي يتمين المجموعة الأعداد الحقيقية R، نقول إن A أصغر من أو يساوي B، ونكتب A أصغر من أو يساوي B. إذا كانت B ناقص A تنتمين R موجبة، أي B ناقص A أكبر من أو يساوي الصفر. نقول إن A أكبر أو يساوي B، ونكتب A أصغر من A أكبر من أو يساوي B. إذا كانت B A ناقص B تنتمي إلى R موجبة، أي A ناقص B أكبر من أو يساوي الصفر. نقول إن A أصغر قطعا من B، ونكتب A أصغر من B. إذا كانت B ناقص A B ناقص A أكبر من قطعا من الصفر. نقول إن A أكبر قطعا من B، ونكتب A أكبر قطعا من B. إذا كانت A ناقص B أكبر قطعا من الصفر، أي تاني تنتمي إلى المجموعة الأعداد الحقيقية الغير منعدمة. إذا كتفسير أوضح، بغي نقارن ما بين العددين A و B، نلجأ إلى الطرح. لقيت فعلا B ناقص A تنتمي إلى R زائد، هذا يعني أن A أصغر أو يساوي B. لقيت فعلا A ناقص B تنتمي إلى R زائد، هذا يعني العكس، A أكبر أو يساوي B. لقيت فعلا B ناقص A تنتمي إلى مجموعة الأعداد الحقيقية المنعدمة، أي أكبر قطعا من الصفر، هذا يعني أن A أصغر قطعا من B. ولقيت A ناقص B تنتمي إلى R نجمة موجبة، أي مجموعة الأعداد الحقيقية الغير منعدمة، أي أكبر من قطعا من الصفر، هذا يعني أن A أكبر قطعا من B. ملحوظة: أو B عددان حقيقيان، إذن شيء بديهي A أصغر من تساوي B، يكفي A أصغر قطعا من B أو A تساوي B. إذا كانت A أصغر قطعا من B فإن A أصغر من أو تساوي B. مقارنة أو B تعني مقارنة أو B يعني البحث عن التعبير الصحيح من بين التعابير التالية: A أصغر قطعا من B، و A أكبر قطعا من B، أو A تساوي B. إذن هناك أمثلة، من بين الأمثلة كاين واحد المثال سوف أشرحه على شكل فيديو. لدينا جذر 4-5 بديهيا أصغر من 3، ناقص 7 أصغر من ناقص 1 إلى 3، و B أكبر من 2.4، لأن 2.14 لأن B تساوي 3.14. إذن هناك عددين A و B
إذا A تساوي 2 زائد جذر مربع 3 و B تساوي 2 جذر مربع 3. إذا سوف تشاهدون فيديو كيفية المقارنة بين العددين. إذا جيدا، لقد فهمتم جيدا من خلال هذا الفيديو التوضيحي المقارنة بين العددين أو B، دائما اللجوء إلى الطرح. إذن A ناقص B تساوي 2 جذر مربع 3، وبما أن 2 ناقص جذر مربع 3 عدد حقيقي موجب، لأن 2 أكبر من جذر مربع 3 حقيقي موجب قطعا، أي A ناقص B تنتمي إلى R نجمة موجبة، فإن A أكبر قطعا من B شيء بديهي. إذن هناك خاصيات لتكون A و B و C و D أعداد حقيقية. الخاصية الأولى، إذا كانت A أصغر شاهدوا وراقبوا جيدا. إذا كان A أصغر أو يساوي B تابعوا جيدا. إذا كان A أصغر من أو يساوي B و B أصغر من أو يساوي C، هذا يعني ماذا؟ هذا يعني أن A أصغر من أو يساوي C. إذا كانت A أصغر من أو يساوي B و B أصغر من أو يساوي C، إذا البديهي ستكون أن C أكبر من كلا العددين من A و B، من A أصغر من أو يساوي C. ملحوظة، إذا كانت A أصغر من تساوي B و B قطعا أصغر قطعا من C، فإن A أصغر قطعا من C. إذا انتبهوا جيدا، إذا كانت A أصغر من تساوي B و B أصغر قطعا من C، هذا يعني ماذا؟ يعني أن A أصغر قطعا من C. إذا الخاصية الأولى نذكركم بها، A أصغر من أو يساوي B و B أصغر من أو يساوي C، يعني أن A أصغر من أو يساوي C. إذا كان الخاصية الأولى تعني أنه لمقارنة A و C يكفي مقارنة A و C مع نفس العدد. هناك أمثلة بديهية جيدا، لاحظوا جيدا، 30 على 31 تمثل A و 1 يمثل B و 114.01 على 114 يمثل C. إذا 30 على 31 أصغر من 1، إذا 30 على 31 أصغر من 1، و 1 أصغر من 114.01 على 114. إذا ومنه فإن 30 على 31 أصغر من 114.01 على 114. إذن هناك في الصفحة الموالية بعض التعابير توضيحية وبعض التمارين توضيحية. إذن أولا مقارنة عددين لنكتشف معا. إذن نقارن العددين، سوف تشاهدون هذه التمارين على شكل فيديو توضيح. إذن أول فيديو مقارنة عددين، قارن العددين A تساوي جذر مربع 7 و B تساوي جذر مربع 7، B تساوي جذر مربع 3 زائد جذر مربع 2 ناقص 1. إذا هناك عددين، العدد الأول جذر مربع 6 والعدد الثاني جذر مربع 3 زائد جذر مربع 2 ناقص 1. طريقة ديال المقارنة بيناتهم دائما نعتمد على A ناقص B، ندرس إشارة A ناقص B. إليكم الفيديو.
إذن من خلال الفيديو قارنا ما بين العددين ما بين A و B ولاحظنا أن A أكبر من B. جيد. maintenant والآن ترتيب الأعداد. A و B عددين حقيقيين حيث ناقص واحد على جوج أصغر من B أصغر من A. إذن ترتيب الأعداد إذن عندنا ناقص واحد على جوج أصغر من B و B أصغر من A. إذن A هو أكبرهم. إذن حدد إشارة كل من العددين 2A زائد 1 و 2B زائد 1. ثانيا قارن العددين 2A زائد 1 و على 2B زائد 1 و 1 ثم استنتج ترتيب الأعداد كالتالي 1 و 2A زائد A sur 2B plus A plus 1 اثنان بي زائد واحد على اثنان أ زائد واحد. إذن إليكم الفيديو توضيح.
إذن من خلال الفيديو لقد قمنا بتحديد إشارة كل من العددين 2A زائد 1 و2B زائد 1. إذن 2A زائد 1 أكبر من 0 و2B زائد 1 كذلك أكبر من أو قطعا من 0. إذن ثانيا قارنا ما بين العددين 2A زائد 1 على 2B زائد 1 و1. إذن المقارنة 1 أصغر من 2A زائد 1 على 2B زائد 1. ثم الاستنتاج ترتيب الأعداد. إذن هناك 2B زائد 1 على 2A زائد 1 هو أصغر العدد، ثم يليه 1، ثم يليه 2A زائد 1 على 2B زائد 1. إذن مقارنة عددين ليكن أو بعنصرين من مجموعة الأعداد الحقيقية الموجبة الغير منعدمة، نضع x تساوي 7a زائد 2b سور 7a و y يقال 8b سور 7a بلوس 2b. لنقارن عددين x و y. من أجل ذلك سندرس إشارة x ناقص y. إليكم الفيديو.
إذا من خلال الفيديو قارنا العددين x و y، لاحظنا بأن x ناقص y أكبر من أو يساوي الصفر، وبالتالي y أصغر من أو يساوي x، و x أكبر من أو يساوي y. إذا ملحوظة x يساوي y إذا كانت set a موان 2b تقال 0، أي a على b تقال 2/7. إذا من خلال هذه الفيديوهات التوضيحية اكتسبتم الآن كيفية ترتيب العمليات. إذا لاحقا سوف نتطرق إلى خاصية ترتيب الجمع، ثم خاصية خاصية ترتيب الجمع، ثم خاصية ترتيب والضرب، ثم خاصية ترتيب والمقلوب، وخاصية ترتيب والمربع وترتيب والجذر المربع. D'accord. Avec bien sûr des exercices, bien sûr avec مع التمارين توضيحية بالفيديو. D'accord. إذن سوف نطرق إلى ترتيب والعمليات، استعمال الفرق، توظيف المربع في الترتيب، وتوظيف التعميل. إذن كانت فعلا حصة ممتعة وحصة مفيدة لجميع التلاميذ الجذور المشتركة للتعليم الثانوي التأهيلي جذع العلوم وجذع التكنولوجيا بالخصوص. إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله من خلال مادة الرياضيات على قناة جوكومينيك تيفي لتعليم اللغات الحية.